منصف الترخاني كاتب عام فرع الجامعة للتعليم الأساسي بباجة. اليوم في بالنسبة للوضع التربوي سواء كان العام أو الجهوي الأنظار كل مسلطة على البيان الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي واللي فيه بعض المقررات تتعلق بالتسمية الهجينة التي ابتدعتها وزارة التربية في علاقة بالتشغيل الهش. اليوم نتفاجأ في السنة الدراسية وكأن وزارة التربية تتعمد إرباك هذه السنة بتغيير تسمية خارج كل الأطر القانونية، مخالفة للأمر الأوامر بتاع 194، مخالفة حتى القوانين الوظيفة العمومية، مخالفة للقانون الأساسي للقطاع في علاقة بالانتداب. تفاجئنا وزارة التربية بتسمية قائمة اسمية عون مكلف بالتدريس. لا أدري من أين أوتي بهذه التسمية ولماذا أوتي بها وعليه. أمام بعض التحركات في كل الجهات ارتأت الجامعة العامة إلى تأطير هذه التحركات والإقرار في بيانها بأحداث أيام غضب جهوية في كامل تراب الجمهورية تنطلق يوم 26 من أمام المندوبيات، تليها خلال 27 و28 اعتصامات داخل المندوبيات على أن تتوج يوم 29 بيوم غضب وطني بين وزارة التربية ورئاسة الحكومة بالقصب. هذا نأكد أكثر تفصيلا أنه الاتفاق بتاع 8 ماي انتداب معلمين على 5 دفعات آخرهم دفعة 22 بصفة عون وقتي مفتوح على مدة معينة بعد يتم ترسيمه. لا تم ترسيم أعوان الوقتيين 18 19 20 21 واليوم دفعة 22 قولوا لهم راكم عون مكلف بالتدريس، لا أدري لماذا. إضافة لذلك دفعة 21 من خريجي حاملي الإجازة في علوم التربية والتعليم فوجئهم كذلك إلى حد هذه الساعة لم يتسلموا قرار انتدابهم بصفة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى، والحال أنه في السنة الفارطة كان قرارهم جاهزا منذ تعيين الدفعة التي تليها. يعني مش نشرح أكثر، عملوا مثلا دفعة 21 وقت دخلوا متعاقدين، دفعة 20 عندهم قرار انتداب. أتساءلوا لماذا إلى اليوم؟ هذا يخليهم في عدم وضوح، ومن حقهم أنهم يطالبوا بحقهم في الصفة، وعليه تقررت هذه التحركات الاحتجاجية.